مرحبا بكم، اليوم نعود نكمل لكم الجزء الثاني من دورة الأقصى لكل السور. طبعا هذه رسمة أنا راسمها بقلم رصاص توضيحية. هذا المدخل من هذه الجهة مع هذه الجهة، راح أشرح لكم عنها مع المجسم. وهذه الرسمة أيضا أخرى من الجهة الجانبية. للجامع القبلي طبعا من الداخل راح يكون تقريبا بهذا الشكل. الجامع القبلي نكمل بالمجسم. هذا هو المجسم اللي أنا يعني مجسم منحته من الخشب. هاي القبة الرصاصية السكنية، وهذا المدخل، وهذا المدخل من الجهة الأخرى. من الداخل طبعا هذا منبر، مجسم صغير لمنبر صلاح الدين الأيوبي. هيك واضح. طبعا هذه كلها أروقات عددها 7. طبعا هذا الجامع القبلي طبعا، هنا هذا المجسم، هذه قبة رصاصية، الجامع المسقوف الذي يعلوه القبة الرصاصية، ويوجد به 7 أروقات من الداخل. هذه الأروقات من الداخل، يرجع البناء للجامع القبلي إلى الأمويين في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 86 إلى 96 هجرية، يعني 706 إلى 714 ميلادي. كان هون يضم 15 أروق، فاختصرت إلى 7 زمن الخلافة الفاطمية. أول من بنى في موقع الجامع القبلي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يستخدم لمصلى رئيسي للرجال. طبعا حكينا بناءه الحالي يرجع إلى عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان وابنه الوليد، اللي هم أعادوا بناءه في الأعوام 86 إلى 96 هجرية سنة 705-715. هذا لمن أراد أن يرى كيف شكل هذا المجسم. طبعا انتظرونا في الجزء الثالث، راح أعرض عليكم المجسم الكامل للسور الأقصى مع المآذن الأربعة والأبواب وقبة الصخرة وجميع المعالم الموجودة بالداخل. تابعونا، شكرا لكم متابعتكم.